السلام عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. الخبر اللي نزل على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، جريمة بشعة تهز الكويت، قتل زوجته وقطع جثتها. الجريمة دي اللي اتعملت من حوالي أكتر من 7 شهور، ولكن ما تبلغش عليها إلا من أيام بسيطة. الجريمة اللي الناس اللي في الكويت مش معتادين على مثل تلك الجرائم، مش متعودين على جرائم بالشكل ده. الزوج الخمسيني اللي اتجوز جوازة في السر، مواطن كويتي، بالفعل اتجوز جوازة معينة مع واحدة مش متجوزة او منفصلة او ارملة، ايا كانت مش هتفرق كتير، ولكن الجواز كان شرعي 100%. اللي على العلم بالموضوع ده كله اختها الاصغر منها. هي عندها اولادها كبار مش صغيرين، ممكن تكون خبت الموضوع ده كله علشان حاجة زي كده، برضو مش هتفرق كتير. الاخت اللي جت في الفترة الاخيرة بدأت تشك ان غياب اختها في سبب مكروه ليها، بس مش عارفة في ايه. قررت على طول انها تبلغ الشرطة بعد غياب 7 شهور وهي مش متواجدة. راحت للشرطة قالت لهم وحكت لهم الحكاية كلها، وقالت لهم هي متجوزة في السر من فلان الفلاني المواطن الكويتي، يعني من جنسيتها. في الوقت ده على طول بدأت الشرطة تجمع التحريات وتبتدي في الموضوع ان هي تحل لغز اختفاء السيدة دي، وخصوصا الامر كان فيه شبهة كبيرة في غيابها انها ممكن تكون غياب جنائي، لان ولادها الاتنين الكبار اتجوزوا في خلال ال7 شهور دول وهي ما حضرتش ولا عرس ده ولا عرس ده. ده الامر كمان اللي خلى الشرطة تاخد بالموضوع حجمه اكبر من مجرد ان هي حالة غياب لمدة 7 شهور. بدأوا على طول يضيقوا الخناق على جوزها، مرة في التانية في التالتة، لغاية لما اعترف اعتراف كامل بالموضوع. الخلافات ما بينهم ايا كان، ولكن اعترف قدام الشرطة الكويتية، قال لهم ان انا قتلتها وقطعت جثتها ل20 قطعة، وال20 قطعة دي رماهم كلهم عفوا في عربيات القمامة اللي بتروح في كل مكان، وحطها كمان في عربيات القمامة كمان المتواجدة في محافظات غير المحافظة كمان اللي هو مقيم فيها. وزع جثتها في 20 قطعة على اكتر من 20 عربية قمامة وفي كل محافظات الكويت. ده الاعتراف المثير والاعتراف المرعب لمواطن كويتي بعد ما قتل مراته اللي كان متجوزها بدون علم اي حد كان، ولكن الوحيدة اللي عرفت حاجة زي كده وكانت تعرف الموضوع ده اختها الصغيرة. بعد الغياب لمدة 7 شهور زي ما قلنا، قررت ان هي تروح تبلغ عن اختفائها، وحسها ان هي حاسة ان في جريمة قتل او في مكروه حصل ليها. الجريمة دي اللي ارعبت الكويت واللي خلت الشعب الكويتي كله يثار من حاجة زي كده، وكلهم بيطالبوا بالقصاص في حاجة زي كده. رحمة الله على اللي توفت عن طريق جوزها اللي قتلها وقطعها 20 قطعة بدون رحمة ولا شفقة. ده الخبر اللي كان نازل على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة. هقرأ لكم منه حاجة صغيرة. أقدم مواطن كويتي على قتل زوجته وتقطيع جثتها وتوزيعها على حاويات قمامة. وذكرت صحيفة الجريدة الكويتية أن مواطنا خمسينيا قتل زوجته وقطع جثتها 20 قطعة ووزعها في حاويات قمامة بين محافظات البلاد. وأوضحت الصحيفة أن هذه قضية قد تعتبر قتل احترافية غريبة لم يعهدها المجتمع الكويتي، عزاءنا كله للشعب الكويتي. وأوضحت الصحيفة برضو نقلا عن مصدر أمني أن خيوط الجريمة بدأت تنكشف ببلاغ قدمته إحدى المواطنات منذ أيام، أفادت فيه بأن شقيقتها متغيبة منذ أكثر من 7 أشهر وتحديدا منذ أكتوبر الماضي ولا تعرف عنها أي شيء. وبعدها على طول الموضوع اللي احنا تكلمنا فيه بالموضوع ده كله. هو السؤال هنا حاجة صغيرة، هو اللي بيتجوز جوازة تانية بيقدم على قتل زوجته ليه؟ هل عشان ما يبلغش مراته الأولانية، ولا هل عشان ممكن تكون هددته إنها ممكن تكون بلغت أولاده أو تبلغ زوجته الأولانية، ولا ممكن علشان خلافات زوجية ما بينهم هما الاتنين وأقدم على جريمة زي كده؟ حاجات كتيرة وسيناريوهات كتيرة ممكن إن احنا نفكر فيها، ولكن في المجمل بشاعة الجرم هو اللي احنا بنتكلم عليه، إن أنا أقطع جثة أو أقطع بني آدم
20 قطعة وبعدها على طول تفكيري السيء جدا ان هو يخليني افكر ان انا ارمي الجثة كلها او القطعة قطعة ال 20 قطعة دي في كل محافظة من محافظات الكويت، هي دي الغريبة شوية. الحاجات دي كلها غريبة على مجتمعاتنا العربية، مش في مصر ولا في الكويت ولا في الامارات ولا في تونس ولا في الجزائر، المجتمع العربي كله الايام دي بقت غريبة في ظاهرة الجريمة المنتشرة وفي نفس الوقت بشاعتها والتمثيل بالجثة. رحمة الله على المواطنة الكويتية اللي توفت، بنبلغ عزائها من مصر لكل اهالينا في الكويت. السلام عليكم.